السيد الدكتور وزير التربية والتعليم على استكمال المسابقة المحلية لجنوب سيناء بعد أن عرض عليه معالي المحافظ استكمال المسابقة من خلال إعلان داخلي لمدة أسبوع كان هينتهي في 24/7، ونتيجة لزيارة سيادة المحافظ لجامعة السويس بالأول أمس بصحبة الدكتور ماهر مصباح، طلب أبنائنا من الخريجين إن يمد تقدم الطلبات، فوافق لهم على المد إن شاء الله هيستمر قبول طلبات إلى يوم 31/7 القادم إن شاء الله. كمان نتيجة تسهيلا للسادة الخريجين من أبنائنا، أنا عملت أمر إداري لشؤون العاملين إن يوم الأحد القادم اللي هو 23 يوليو اللي هيكون أجازة هتعمل فيه لجان استقبال الملفات، وهيكون مديرية مفتوحة إن شاء الله تستقبل أي من أبنائنا الراغبين في التقديم لهذه المسابقة. التخصصات اللي فيها استكمال اللغة العربية واللغة الإنجليزية ورياض الأطفال والتربية الفنية. المدرسة اليابانية إن شاء الله نسبة تنفيذها 60%، وفي تعليمات من الوزارة للهيئة الأبنية والشركة المنفذة إن هي تنتهي على بداية العام الدراسي، لأن هي ضمن ال 28 مدرسة اللي هيبدأوا إن شاء الله في بداية العام الدراسي. هذه المدرسة هتبدأ بكي جي 1 وكي جي 2، وهتقبل التحويل من أولى ابتدائي إلى ثالثة ابتدائي من مدارس السادة أولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم هذه النوعية من التعليم، اللي هي قايمة على بناء الشخصية والأنشطة والتعلم الذاتي. وإن شاء الله يعني دي نواة جيدة واتجاه مميز في التعليم، مصر عازمة إن شاء الله على أن تتوسع فيه حتى يكون هناك جيل قادر على المنافسة في المستقبل إن شاء الله.